تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي السيد نفتالي بينيت رئيس وزراء دوله اسرائيل. نعم وخلال الاتصال اعرب معالي رئيس وزراء دوله اسرائيل عن خالص تهانيه واطيب تمنياته لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأبناء البحرين بمناسبة شهر رمضان المبارك متمنيا لجلالته وسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء والرفعة. كما تم خلال الاتصال استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كافة الأصعدة.